تعاود تختبلي مره اخرى؟ هنعاودوها داكشي الحن عليا ربي. يلا يلي كنتي فرك على بالي وانا بتمنى مش هتصدقي كان حالي قبل ما الان يلي كنتي فرك على بالي وانا بتمنى مش هتصدقي كان حالي.
اليوم نحبوها ليلة فنية بنتي محليها ما دام مشينا من التونسي للشرقي. اي خلي توا اول مرة نسمعها تغني وردة. اي محليها اول مرة حسبتك لا ولا حلوة يا عمودي توا بشوي بشوي تشوف انت كل شيء اول مرة. لا ولا اول مرة اول مرة حتى وزير الثقافة بالنيابة معناتها سي حبيب عمار اول مرة توش دخل الفنانين تحب تعمل مشكلة معاها. لا لا نعمل لك مشكلة معاها. هي أول مرة ولا؟ أول مرة يسمعني غني ورد. لا لا يعطيك العافية. لا 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 عجبتك. بام بام تم تديك تم بام رم بام بام. نكملوا مع النغمة الشرقية كريم وخلينا نسمعوا مهدوش. عبد الحليم عاد. شي غني لنا. إي. إي. عند لي بالأسمر يلا خلي يلا المشاهدين يستمتعوا بالأصوات الجميلة. الله يقصى شوية فيه. عايشي سنين أحلام دايبين بأحلى كلام عرفنا لحظتنا ده ولا خوف ولا خوف من الأيام عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام ما عرفنا لحظتنا ده ولا خوف ولا خوف من الأيام قلبي ده ايه ده قلت لي عندي بند قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي ده ايه ده قلت مين عالبي بان ده اللي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا جاي عادي ايه الزمن جاي لي الزمن بعدي ايه الزمن كم سنة قلبي وانا عايشين هنا من كم سنة No.
حوالينا حوالينا ده الامل فالينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقالوا يغير الاحوال سأل الزمن وقالوا يغير الاحوال قلنا له حبينا 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 وارتحنا ما شاء الله على هالاصوات محليه لقاء الاجيال يعني سيرين 23 سنه ومهدي 22 سنه 23 23 24 24 25 ومبرطله من الجيل هي اكبر الساعه عمرها قسما بالله العظيم من عام 96 وكريم ما شاء الله معناتها من الفنانين اللي تبارك الله من جيل النجم نقولوا اكل مخضرمك اللي تعلم على العمالقه وجاي ما بين البنين محلاها تصلتينا محلاها الجو هذايا ان شاء الله الساده المشاهدين ان شاء الله السيدة المشاهدين استمتعوا معنا هو بالحق بين وين البنين وقعدت يا كريم نحب تحية سامحني ألفة تحية خاصة لعازفنا المتميز والملحن المتميز اللي اليوم موجود معنا من فرقة الإذاعة سي منير الزرقاني مرحبا بك أمتعتنا بعزك من خلالك أكيد نحييه كل عناصر فرقة الإذاعة الوطنية يعطيك ألف صحة شكرا ليك وشكرا لفرقة أنور المبروك أكيد نواصلوا مع فقراتنا ونشوف فقرة بالمقلوب كما تعودتوا عليها نفسرها سيدة ضيوفنا بالمقلوب غنية بالمقلوب اختصاص كريم غنية بالمقلوب وتطلعوها شكون رانا مش نقسموا بعضنا زوز فرق هلا هلا مهدي عامل على مهدي معايا اكيد كريم وسيرين الغنية بالمقلوب ونطلعوها واضح حشمونيش ليلة هنا يلا نشوفوا ترانزيسيون وبعديك انا واصل الفضل ونبدا سالو اللي طلع الاول اللي طلع الاول اوكي اي يلا دي جي تفضل الاماكن شوف حالي من قبري علي كل شيء حولي يذكرني بشيء حتى صوتي وضحكتي لك أماكن المحمد عبده وأنا باش نقترح عليك حاجة فوفا ما نغنيش لا أنت اختصاص شتيح لا لا نغني ونش تحت كل شيء كل شيء يعني فنانة شيء فنانة شيء أنا باش نقترح عليك ريت الأماكن أي ندخلوها في النقاط كل أغنية نسمعوها واحد من الفنانين يغني لنا يغني منها ولا اثنين موسيقية أوكي يلا مهدي ما دام طلعتها تغني لنا شوية من الأماكن
مش حافظها بالقديمة شوية عيب عليكم. حتى سمعت ابو كشتة كل ابوسرا تحية لكل الكل جاليتنا اللي موجودة في الخليج اكيد خلي تستمتع بهالصوت المزياء يا كريم. كل شيء كل شي حولي ذكرني بشي حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب بحالي ان قدري علي كل شي حولي ذكرني بشي حتى صوتي ضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي وتضغي علي الأماكن كلها مشتاق لها. لا والله يعطيك الصحة يعطيك الصحة. نمشيو للنغم الثاني واحد بشاي راهو واحد بشاي اوكي. ايا يلا ولا شلاوي غير انا يا حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا بلهيبي يلا عمنا يا نا يا نا يا نا في حبيبي توا هدية واحد واحد نورمالمون اما هيلا راهي قالت برد وقت يا وسيري كيفاش نعمل هكا باش نحسب كل واحد ناخذوا زوز بنتو زوز واحد يعني هكاها هيلا عادلين هكا جينا مع هيلا معنا مع استاذه وتقسم ما فماش لعب تعرف ما استاذه جامعيه فيش ما فماش لعب الحسابات الكل عندها هي بيد الجين نمشيو للنغمه الثالثه كريم عندك هذايا مقطع لصباح فخري يا مال الشام يا الله يا مال دار المطار يا مال الشام
اللي بعد اللي بعد يلا مرحبا بركات برافو مرحبا بركات شنو الاغنيه عنوانها العنوان على بيبي فمارين صحيح صحيح انا يا مرنا بالليالي نحن العاشقين يا طالع في العنالي خلينا سهرانين يا مرنا بالليالي نحن العاشقين يا طالع في العنالي خلينا سهرانين ويا مرنا بالليالي نحن العاشقين يا طالع في العنالي خلينا سهرانين الناس عندها قمر وانا عندي قمرين يا عايش جيت اسويس اللي بعده هيلا عادة ترى احنا ربحين ليه 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 كيفاش ربحين ربحين احنا نعطيه الفنان وانتم تعطيوه الاغنيه ايش معناتها عاد هي هو طلع الفنان حتى ربحين لا لا حتى كيكا ربحين مقدمين في سكورك حتى روضه رجعت لواحد واحد 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 فوالا هاي اللي بعده باهي عاد يلا بدي ورده ايوه قد قد تورا اي غنيت ايه اربع ديت غني خمسه واحد انا نغني انا نغني ريتها راني في اللعب انا نغني سيرين نغاره اش قولك في هيله تغنيها انا عم بحلم هيك فرصه يعني الفرقه تروح الفرقه تروح ايوه ايوه بدك تكنيك كيف كيف ليه ليه عليه عليه ترى قول للجمهور انا عم بحلم مستحيل انا شيز شخصيا باهي سالش هيله يلا نمشيو للي بعدها يلا الاخرانيه الاخيره ولا الاخيره هذه الاخرانيه اوكي يلا الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم علي النجاح يرفع ايده تعادل ها اسمك مبروك مبروك كل واحد يعيش اكثر من هلا هذيك الحلمه معناها كل واحد يعيش الانتصار في مخه في خياله كي كان يا ما كانش بعد ابنك روضه بالمقلوب الرسمي بالمقلوب عنده غنيه بالمقلوب كيفاش ترى قال لك كيفاش تعطي اغنيه بالمقلوب لازم تغنيوها بالمقلوب ترى غنينا غنينا شويه بالمقلوب قبل نسمع فيه انا ومهدي حاجه غنينا حاجه بالمقلوب مره سرت الحظ يلا مره قبل انا وصابر سرت الحظ هكا صابر ربيع وذكرى ما تقول ما تفدكوا نغنيو سرت معناتها كل اغنيه نغنيوها بالمقلوب اي معناتها نقبوا الكلام اي عبد الجبالي معناتها تحب في محمد الجبالي تحيه اليوم رسم نشدوا الاغنيه ونقلبوها الكلام اما نفس اللحن اما لازمك تغنيه اللحن كما هو
هذه لعبة حلوة برشا سهلت عليهم الريح خلوا صعبوها يسحبوا يصعبوا على روح في الفاز أول مرة بس ليه سيري نسمعوا واسمعوا عمري بسمع هو نفس الكلام مي مقلوب عطلهم ريخة باف لمبح ورستنبح سيف الحب معنا ولضم البحر ولك حصابه وارفعك حياة لميانة مليانة معتها وارفعك حياة لميانة توعدونا إيه والشقعين باتوا ما باتوا طلعوا عطلوا مر لبوق ألا قد القوش أيام القوش القلق دي أسعابه يا كريم هي فيها يعني براعة ولكن أنا ما نحملش في الست الحقيقة متعرف مبنيش هذي بقطع هذي الكجمي يسمك تغنيها مقلوبة مقلوبة أما تغنيها مش تغني مقلوبة أما أنا توا بشغلكم يا ربي غنيوها بالحق صحيحة مثالش باش نرجعوا لها شوية اعتبار مثالش يلا شوية تنهيده وصاله قرار
شموع الشور لما يقيلوا ليل العشاء. يا سلام على القلب وتمهيده بوصال وفراق. وشموع الشوق لما يقيلوا ليل المشتاق. يا سلام على الدنيا حلاوتها في عين العشاق. يا سلام على الدنيا حلاوتها. يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا. يا سلام نسألوك راهو على ميولاتك الفنية، لكن قبل هذايا لأن نحترموك يعيش، لأن نحبوك يعيش، حبينا نقدموا لك لمسة وفاء بسيطة ماهيش في قيمة اللي قدمته صدقك في الأداء، ولكن إن شاء الله تنال إعجابك. نشوفوا مع بعضنا هالفيديو هذايا ثم نواصل. العيد 41 سنة enseignante universitaire comédienne actrice. بسم الله عليك يا بابا. بسم الله عليك يا روحي. بسم الله عليك. ماما مش تجيب لها طبيبة؟ لا 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 ما تجيبش. ماما خلي مش اسمتها نجيب طبيبة. ماما مرحبا بيك يا بابا. يا بنتي مرحبا بيك. يا بنتي سامحني. يا بابا فيق فيق. فيق يعني بعد ايه فيق 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 فيق. متغشى بتدخى على وضعية البلاد شكون برشا، خاطر ساعات نبدأ بروحي ديجا نقول أنا كمواطنة شنو قاعدة نعمل باش نبدل بلادي. سيتواسيون تاع البلاد بالنسبة للشباب قاعدة تقلق فيا دو بلوس أون بلوس. حسيسه ياسر محليها ان شاء الله عجبت لي ليمون. نوجه تحيه لاحلام نواش في المونتاج، يعطيك الف صحه يا حلو ما يبيا، خاطر عملت دوره كامله معناها. اي ميرسي. عجبك؟ شفنا الوالده اي غادي وين عينيك دمعت غادي. حييهم دايما امي شفنا بابا الام وشفنا البنت وشفنا الاستاذه وشفنا الممثله وشفنا برشا حاجات حلوه فيك. اي ميرسي ميرسي ميرسي. يعيشك لله يعيشك. نرجعوا لميولاتك الفنيه. اه به
احنا دخلنا شويه وغصنا في الفيسبوك، واضح من البدايه. واكتشفت اللي عندك ميولات هكا هبلتني غريبه، مش غريبه ولكن هكا حاجات اكسبسيونيل، معناها في الاختيارات نتاعك نلقى برشا مدارس اخترنا منهم حويجتين. خلينا نسمعوا الحاجه الاولانيه اللي اخترناها. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seul. علاش هالحب هذايا داليدا؟ هو حب للغنايه للغنايه وداليدا كل الكلمات ها خاطر تعني لي برشا، خاطر الحقيقه ماذا بيا نقعد لاخر نفس في حياتي معناها سفسان هذا بالمعنى هذا، ويظهر لي ما احلاش منها انه واحد يموت وهو حتى التعليق فوق الاغنيه. اي اي بالضبط. فما 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 مغنيه اخرى اكتشفتها ديرنييغمون اللي هي نسيت توا اسمها، ان توكا نسيت اسمها، مي حسيت هكا على تبوني للاخر الحصه تتذكر اللي انا ياسر اعجبت بها واكتشف معناها وريتها حتى لاصحابي وكل، معناها سين ديفا سور سين ماتت ديما ديما ماتت سور باربارا ويل دانس حاجه كي من هكا جاز جاز لا هي سين شانتوس فرونسيز معناها تغني مي تغني برشا جيش وبرشا واحد واكتشفت انها ماتت شخصين زاد دونك هذوما يظهروا لي معناها حاجه ياسر يعني مزيانه يعني من كثره العشق تتمنى انه الاخر رمى حتى لطف عليك لطف عليك داليدا زاد الحكايه زاد الحكايه برشا وسين ارتيست اللي كيما برشا بوكو دارتيست اللي تعذبوا في حياتهم وعاشوا، وانا يظهر لي راهو ماهوش بمنطلق راهو واحد يحب زعما لوتو، مي ساعات العذاب والواحد يخلي الفنان كيما قلت قبيله يعني يترشق يعطي اكثر. فما عملاقه اخرى زاده انت تحبها اللي هي السيده فيروز. اي اكيد أي. اكيد قصه تحت الشتي باول شتي خلصت القصة بتاني شتي تحت الشتي تركوا بعضو بديت القصة تحت الشتي بأول شتي حبوا بعضو وخلصت ميرسي دي جي فيروز. ميرسي فيروز الملائكي وانت اخترتها في عيد الحب. نغوص شويه هكا ضحكة ضحكة من القلب. والله اخترتها مشاكسه والله اخترتها مشاكسه خاطر ملي قمت الصباح وانا نشوف في الواحد ويظهر لي يعني مع كل احتراماتي الحقيقه العباد الكل اللي عبروا على حبهم نهار عيد الحب يعني حبيت نشكسوا نحبوا الفريق انت حبيت نشكسوا وحبيت نقول لهم اللي راهو الحب ساعات تشوفها بالفريق يعني مش مشكله بي. كيف كيف عذاب باهي راهو يخلي انه العبد يخلق ويكون خلاق معي كله تابع بعض نواصل معاها مهدي. مهدي شبوك صوتك برشا بادم ادم نابلسي نصيف زيتون اسكو في تعاملك خاطر تقريبا مع نفس الملحنين والشعراء شبهوا بيك ولا كيفاش السر وين هنا؟ ممكن اكثر شيء ادم وخاطر صحيح فما الاغاني اللي خدمتهم الكل مثلا عزرني كانت وقت الموزع مارك عبد النور اللي خدم النصيف وخدم الصابر اي وخدم برشا فنانين وكيف كيف عمر الصبيغ معناها الهيتات نتاع الميدي ليست الكل اللي موجوده توا شيرين ادم نابلسي حتى الاغاني المصريه بريسك موزعها فما ناس نصيف ليه ما تخلد الجمله خاطر بريسك ماناش نفس التامبر ماناش نفس الصوت فما ناس تقول لك ادم محمد المجدوب ادم نابلسي
اما اللي ساعات ماهيش صحيحه اللي ما يقول لك مثلا ماشي في التقليد ولا يقلد ولا هذيك مش صحيحه. ممكن ربي يخلق كل واحد سبحان ربي في الدنيا ذي خلق صوته يشبه ال اي تفضل هلا بيان سور. انا خاطر التوندونس جينيرال باش وين يطلع فنان ولا ممثل هو يناسبوا في حد صحيح يعني هو هكاك. لكن هوني هلا نتصور في الكتابه ولا في التوزيع ولا في اللحن، خاطر في تونس ما عندناش العاده هذه. البرا فما اللي يكتبوا سيناريو يقولوا احنا يخيطوا لك حاجه على قد قياسك. اي صحيح صحيح. اسكو في تعاملك مع الاسماء هذوما يخيطوا حاجه اون جينيرال وتنجم مثلا يلبسها ولا يجم يلبسها مثلا مهدي والا ادم والا غيره، معناها تقريبا ياخذوا السيلويت نتاع الفنان ونجموا معناها يعملوا حاجه. الاغاني تو ثلاثه الاغاني الاخرانيين فما برشا ناس تقول لك تحسهم يشبهوا لبعضهم. اي فوالا. بس سي نورمال بعض تحس هذيك معناها كيف ما قلت انت القماش نتاعك مهدي معناها هذيك ستيل الاغنيات وكل. وقتاش تنجم تعمل تبديل هكاك يكونوا معناها اكثر من معناها اكثر من اربع خمسة اغنيات وكلهم يكونوا ضربي، لازم كل ضربه معناها كل التبديله نتاع ريتم، تبديله اللهجه، تبديله. انا غنيت معناها غنيت عملت اغنيه تونسيه. أي. عملت اغنيه مصريه تونسيه وقت سجلتها هنا مع كلمات والحان سيم عبد الله وتوزيع سامي معتوقي. ومن بعد معناها جربت وقت البريود هذيك جربت اللهجات الكل معناها الموسيقى معناها برشا انواع نتاع الموسيقى. كي عملت عزرني وقت اللي ضربت عزرني من غد قلت خلينا نكمل في نفس الستيل اذا العباد حبتني في الستيل هذاك نكمل. اما مهدي ما زلت تستنى في الهيت النجم نقولوا اللي باش هالايدونتيتي اللي كنت تحكي عليها ألفة باش تظهر فيها بالكدا وباش تضرب، لانه نعرفوا اللي فما اغنيه اسمها اغنيه الحظ حبينا ولا كرهنا، يعني الاغنيه اللي تضرب وتخليك في الصوره وميجنيغاسيون تاعك يمكن ولا حتى اكبر شويه نصيف زيتون ادم الاسماء عديده معناها ضربوا باغنيه معناها تلقاه بدا باغنيه هذيك ضربت ونجحت الاغنيه هذيك وبدا بها. انتي قاعد تبحث على هالهيت هذايا، قاعد تبحث على هالانتاج هذايا اللي يحدد شخصيه مهدي اللي تحبها انت. ممكن انا ناخذ وقتك معناها النجم. اي بالطبيعه ناخذ وقتي مانيش معناها ماكش مزروب برشا. اغنيته معروفين راهو. اي معناها كما قلت لك عزرني ولا عم حبه معروفين. اما كيف ما انت الاغنيه الحزينه مستحيل باش تعمل لك بوم بوم. بار كونتر تقعد ديما تسمع. ما تنسيش الاغنيه الحزينه والاغنيه اللي فيها زمام وكل اما اني قلت انا كملت ثلاثة اغاني الحمد لله اليوم زوز اغاني معناها في جو الحزين نجحوا. توا باش نخمم باش نعمل اغنيه معناها في الجو نتاع الصيف نتاع ولا نواصل ولا بعد اذنك ولا نمشي نفس السياق. سيرين حضر في حاجه للصيف حاجه خفيفه مع حمدي المهيري. تحيه ليها حمدي. اي قاعده نحضر في حاجه ان شاء الله باش يكون انتاج عربي المره هذيا. اي بما انه برشا حاجات صاروا في البريود الاخرانيه كيما شركه سبوتيفاي ما نعرفش في بالكم ولا ايه تصويرتك في العالم العربي كان في تونس كان في تونس ما نعرفش علاش دايوغ ما عملوش في تونس افيش كبيره تتعلق على في الكياس في السعوديه في المغرب في الاردن فرصه مهمه جدا. كلموني قالوا لي رانا باش نعملوا اكسيون. الاكسيون هذه اسمها مبادره صوتك لدعم الاصوات النسائيه العربيه من كل بلاد. اختاروا فنانه اختاروني انا وعملوا اكسيون شهر كامل علقوا تصاورنا بختوا في العالم العربي وحطونا في بلاي ليست حطوها في التوب 1 في ستريمينج في سبوتيفاي من خلال المبادره. حلت برشا جاوني دي بروديكتور دي بروبوزيسيون من امريكا من الي من لوس انجلوس وصحافه امريكيه كتبت علينا دايوغ حبوا ومطرد برشا وقالوا لي الكليب ستيل انترناسيونال وكلموني شركات انتاج من دبي. هذيك علاش ما زلت كنت غادي شهر عادي دونك ما زلت نيغوسي مع ان شاء الله ربي سهل. لكن دبي انا نرتاح على خاطر تعبت بحث هي فرصه جيدة اكيد لازمك تستثمر منها ان شاء الله. واللي نعرفوه انك انت بديت بهالاغاني اللي سمعناها توا في ديما معانا ولكن من بعد غيرت التوجه نتاعك من بام بام غيرت التوجه نتاعك النجم نقولوا واخترت ستيل اللي انت من اللي انت صغيره تحبه النجم نقولوا سيري يعني ستيل شاكيرا ستيل بيونسي انا كنت ستيل هذايا اللي مغرومه بيه. انا كان حلمي ونقول لهم كان حلمي نمشي لامريكا توا وليت نحب نجيب امريكا للعالم العربي. اي دونك هذايا الحلمه هذه الحلمه نتاعي. وحاجه اخرى فما فنانه عربيه كبيره برشا تونسيه
كلمتني تحب تدعمني في الانتاج اللي لطيفة العرفاوي. خلينا نسميوها صاحبة القلب، خلينا الكبيرة لطيفة العرفاوي اتصلوا إدارة أعمالها بسيد سامي الزغلامي، اتصلوا بيا قالت شنو تحب شنو تستحق نعاونك سيرين، شوف الكلمات والألحان اللي يعجبوك وأنا هوني و she's like my good mother اللي نفتخر بها أول حاجة ونتعلم منها، على خاطر أبار أنها فنانة كبيرة، هي بزنس وومن كبيرة وناجحة. راهي لطيفة العرفاوي حاجة كبيرة برشا وفخر لينا، دونك نقولها ميرسي بوكو لطيفة العرفاوي، تحية كبيرة على خاطر بالحق حتى التليفون هذاك من عندهم هما شجعني، معناها يكفي بالنسبة لي اللي خليني نحب نزيد أكثر. يلا سيدي ننطلق، فرصة ما تجيش للناس الكل، فرصة حلوة برشا إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق أكيد. ولطيفة ديجا مش جديد عليها شيري، ديما تعمل يعطيها صحة. يعطيها صحة والله. نمشيو توا من الفن، خلينا نشوفكم في التمثيل. ايوه معنا ممثلة، احنا ديما معنا ممثل يعطي النوت على اللي في كل حلقة. عنا عيش الدور سيرين ومهدي، اخترنا دو جون ناخذوا لقطة من مسرحية والا من مسلسل باش تعيشوا الدور باش تمثلوا. اليوم اخترنا مسلسل فلوسي حسابات وعقابات، فنانة الممثلة ذي احي يسالك. لا 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 بالعكس، ياما خرجوا مواهب من الحصة هذي ولاو ممثلين. مهدي علاش ليه؟ ويتحلوا افاق ونعرفوا لقطه من المسلسل، عرفوا لقطه من المسلسل حسابات وعقابات ومن بعد نخليكم تجسموها. مازال عندنا ساعة كاملة نقعدوا نحكيو فيها شوي، نمشيو القهوة تخلص عليك جازوزة. روح نقعدوا في القهوة، تحسبي روحك في تونس؟ احنا عندنا عيب البناوي التونسويين يقعدوا في القهوة ويخلصوا على الرجاء. أنا ديما نستنى بابا في القهوة كيف يوخر في الخدمة. نغمة حابك تزيد تفهمني المات. لا 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 فيه البركة من المات، هاكي وليتي جن فيه، ناي ماشي. إيجا لهوني قداكش متخلف، ما حقنيش عطيت الدار في الجاتو. سايبيني الناس يشبحوني، احنا وعيلة صواف متغرضين، ما نقعدوش في قهوتهم. ونبيل ولد رضا، خو عمي المنصف يا أخي مش صاحبك. سايي طلعت أختنا وياه وتقطعنا، لا يكلمني لا نكلمك. حطينا حقني ما عادش نكلمك. وش بيك تنويتي؟ إيش دنيت لك أنا؟ دنيتي، من قبيلة وأنت تنرفز فيا. يا أخي حاسب روحك راجل وأنت تلميذ في الليسي. كم تذكروا بعضكم انتم وعامل منصب؟ إلي تخي جنتي، لو كان ياخذ امراه ما يضربهاش كيما بوك انت. مين هي المراه باش ياخذها؟ ومنو اللي قال ليك باي صوت في نساوي؟ الناس الكل تعرف. باي مريض مسكين، ما يقصدش، وما ما بيتش تفهم. حطونك مسكينه زاده وانت هارب عليها. يا اخي ما تعرفش اللي جانا تحت اقدام الامهات، يلزمك تمشي ترضيها راه. ما عرفتيش تكلميني بالكل، انت ثرثاره وغير جديره بصديقتي. سامحني يا كريم ماما. كانت هذه لقطة من عيش الدور من مسلسل حسابات وعقابات. تحية سيال سنيكا سوس، تحية لها اللي بتجسد دورها سيرين، وأحمد أمين بن سعد اللي بيش يجسد دوره مهدي. كريم ونعام، إنعام وكريم، يلا إنعام تفضل. يلا بابا باش يجيني نص النهار، مازال عندنا ساعة كاملة نقعدوا نحكيو فيها شوية، هاي نمشيو للقهوة خلص عليا جازوزة. أوخ نقعدوا في القهوة، تحسبي روحك في تونس، احنا عندنا عيب البناوي التونسيين يقعدوا في القهوة ويخلصوا على الرجال. أنا ديما نستنى بابا في القهوة، كيف يوخر في الخدمة نورمال، تحبك تزيد تفهمني المات. لا لا، في البركة من المات، هاك وليتي جن فيه. ناي ماشي. إيجا لهوني قد عاودوا هذه خاطر عاودة. مهدي. لا لا، في البركة من المات. لا لا لا، في لا لا لا، في البركة من المات، هاك وليتي جن فيه، ناي ماشي. إيجا لهوني قدكش متخلف، ما حقنيش عطيتك طرف الجاتو. سايبيني الناس يشبحونا، احنا ولاد الصواف متغردين وما نقعدوش في قهوتهم. ونبيل ولد رضا خو عمي المنصف، يا أخي مش صاحبك. صاحبي طلعت اخت انا وياه وتقطعنا، لا كلمني لا نكلمك. حتى انا حقني ما عادش نكلمك. واش بيك تبدلتي؟ شنيت ليك انا؟ تنيت لي من قبيله وانت تنرفز فيا، يا اخي حسب روحك راجل وانت تلميذ في الليسي، اش بيكم تكرهوا بعضكم انت وعمي المنصف؟ ساعه اللي تخي جونتي، لو كان ياخذ امراه ما يضربهاش كيما بوك انت. مين هي المراه اللي باش ياخذها؟ من هو اللي قال لك باي صوت فنساوي؟ الناس الكل تعرف. باي مريض مسكين ما يقصدش، وما ما بدش تفهم. حتى امك مسكينه زايده وانت هارب عليها، يا اخي ما تعرفش اللي الجنه تحت اقدام الامهات، يلزمك تمشي ترضيها توا. ما عادش تكلميني بالكل، انت ثرثاره وغير جديره بصدر. سامحني يا كريم. ثرثاره.
هلولة هي ولا يا اولا هي مراجعه قبل ما تجينا. والله لي والله لا لا يعطيها صحه. اي برافو برافو. يعني قرات نجم قرات بسهوله. نعطيك شهاده من قيدومه سكريبت قالت لي عندها برافو مهدي. اي والله باش نعدل كاستيغا في سبتمبر الجايه على هاي السبيل الكراود. اي هاك ميلاد ديجا عندك بروجرام. انا والله برافو. اي لا لا يعطيك الصحه. مهدي زاد البحه نفس البحه نتاع كريم. لا لا والله برافو. ما احلاها علاقه الحب هكا ما بين بنت مدينه والدريف. والله ما احلاها كلها براءة اكيد. والله به كريم انت المستثمر وخيتي هاي 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 الريح جاي هاني جاي اش يكرك من شعرك واش تحب عنك. ان نكملوا مع الاغنية كريم. شنو يسمعنا توا كريم؟ اللي تحبوا غني وكل صغير وكمل. لا لا مازلنا تونسي تونسي. اسمع فما شكون طلبت منك دار الحبايب وتحبك برشا هي وفاء الواعر اخت شكري الواعر. اي طلبت منك دار الحبايب نوجه لها تحيه وانا نعرفها ليش طلبتها لان هي متغربه. ذكرتني بيجيبها بالسالم ان شاء الله يا رب. اي نسمعوا شويه منها ولا تسمعنا حاجه اخرى تونسيه كيف ما نقول شويه من دار الحبايب على خاطر. اوكي بيتي ري دار الحبايب كل رحلوا فيه ودار الحبايب كل رحلوا فيه وحشني اللي غاب عني سنين دار الحبايب اي تحيات اكيد خاطر ذي امانه يعطيكم الصحه. والله يعطيكم الصحه. شكرا لكل العازفين. والله وما انه ناديه حكيت على الغربه برشا عندنا ميساجات المواطنين اللي يعيشوا لبرا. تحيه كبيره لزميلنا امين العبدلي بمناسبه عيد ميلاده. كل عام وانت حبيب الف خير يا امين. رياض الزين الفنان التونسي مقيم في فرنسا يقدم تحيه لعائلته ويقدم تحيه لكل الفنانين الموجودين معايا. حيات الغربي كذلك من فرنسا تقدم تحيه كبيره لاولادها اللي عندها تو اكثر من 6 شهور ما راتهمش بسبب الكورونا.
تاعونا سليم وشكيب وقالت لكم راني توحشتكم برشا برشا. عماد حمدي يهني اخته وزوجها عبد بمولودتهم الجديده رفيف هما في سلطنه عمان يقول لهم مبروك عليكم بنوته جديده تتربى في عزكم ان شاء الله. محمد امين الجبالي من مارسيليا يحيي العائله والاصدقاء الموسيقيين كل تحيه ليك للموسيقي محمد امين الجبالي. واخيرا بشير سماره من كان يقدم تحيه للفرقه الموسيقيه الكل يعطيكم صحه. واخيرا اكيد تويك اخيرا علي بن سالم الفنان اخيرا حلو علي اي اخير ديما نتذكر اخيرا علي بن سالم الفنان علي في دبي في دبي يقدم لك تحيه ليك انت فوالا يقدم تحيه المهدي يقدم تحيه كبيره تحيه لطفي زاده في دبي اي برشا وكنا نقدموا تحيات ما نفاوش اي امانه وهما سيكون متغربين ما نجمش ما نقدم لهمش تحيه اي برشا برشا اي برشا كل متغربين اللي خارج حدود ارض الوطن يتوحشوا صحيح مهدي حكينا على كافر بكري وحكينا على ادم وانا باش نطلب منك طلب اللي هي حاجه لادم لانه اغانيه تتوالم برشا مع صوتك برشا وما نحبش على بالي نحب خلص برشا ناس تطلبوا مني هذا انا هذا انا مثلا اي حلوه برشا نوندو نوندو نزيد دمعنا هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا ما اقدر اكون غيري انا هذا انا ما اقدر اكون غيري انا انا الربيع انا الخريف امشي خيالي مع كل طير ألسم حروفي دمع العلوم ضاعت حياتي بين الدروب أنا الربيع أنا نعرفك ما تجاملش راه ليش ربي يعطيه باللق طيب وينجح طيب برك الله شفتش عنا اسواق عنا 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 حاجه سبيسيال في اصواتنا بالحق معناها كمال افريقيا شبيك راهو بالحق والله ما شاء الله شيرين انا طلبت منه حاجه هكا في مسيرته باش نطلب منك نعرف مغرومه بكل ما هو غربي تحب حاجه هكا غربيه كابيلا حاجه اي ميسج هاكا بعثت لك على الفرقه باش ما تقوليش يلا سيدي Strumming my pain with his finger Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his
with his words, killing me softly with his song. Oh, برافو دي جي صافي من العمارة تفدر كل واحد وجو بين وصل معاك كريم اليوم نقابة الفنانين الموسيقيين رئاسه الفنان لطفي بوشناق مشاو في استضافه رئيس الجمهوريه اسكو انت علاش ما لقاوكش ما حتى من نقابه من النقابات اللي موجوده في تونس الفنيه والله لما نروح مشاو حد مش نقول نزل معكم بالصيف وانا حطاك الاجابه ما يعوق زي يعرف لا تحسي روحي شفلت اصلا نتاع البلاد اللي غنيو منيح علاش ماكش موجود في حتى نقابه هزوا المطربين اللي غنيو بالقدا معناتها نور شيبا الناس تقول معناتها فهمتني مشاو لموا روحهم ومشاو ما عندوش كريس القصر برشا باش يرفع الكل سيرين اليوم نقابة نجم تخدم الفنان التونسي يكمل تكمل الحكاية لا خليني تعملي مشاكل سيرين نقابة نجم تخدم الفنان احنا على امل انه النقابة الجديدة تحاول تعمل حاجة غني مش يعني املنا كبير باش انه على الاقل هما فنانين وشباب كيفنا على الاقل هما مجموعة على محلاهم ان شاء الله يخدموا اول مرة تصير هي في تاريخ تونس انه هكا فنانين وكل شيء يلمدوا بعضهم ويحاولوا يعملوا نقابة ان شاء الله يضربوا علينا انا كلهم اصحابي ونحبهم انا نفادك معاهم لا ما فماش نقابه يضرب علينا من نقابه وان شاء الله يتحسن حال الشباب نتاع معناها اللي جايين ان شاء الله هم مشاو بالصباح هما اليوم مشاو اي بالحق بالحق مشاو الصباح هما معناتها الفنانين يقوموا بكري الكل يقوموا مخر كريم تعرف يا سالم خذ غرضك على بكري كريم هي سالتك وتعرف ايش ذكرتني ذكرتني في معانا تحصل خاطر حصلت معك معانا تحصل هي فقره يامنها لنا خالد ناصف كل مره يهبط الشارع التونسي ويستنبط هكا فكره الضحك الجمهوري نشوف فقره معانا تحصل مع خالد ناصف ثم نواصل حتى كان كلموني ونمشي عسلامة عسلامة صباح الورد صباح الخير ان شاء الله تكون مزهر معنا اليوم اليوم لا 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 باس باذن الله عندك الزهر شنو هي عاصمه الجزائر؟ الجزائر والاجابه صحيحه بون قال لك صاحبك اما انت اليوم لا لا اليوم ربحت معنا لا اليوم ربحت معنا فواياج ربحت معنا فواياج الفواياج هذايا جوست سؤال ثاني هو انا نوصف لك البلاصه جوست تعطيني البلاصه شنو هي بس زيد تربح الفواياج هذايا البلاصه هذه فيها بحر ياسر مزيان كورنيش ياسر مزيان رستورانات ياسر مزيانه شنو هي زعما البلاصه هذه في تونس في العالم في العالم العربي شرم الشيخ السؤال نتاع اليوم اللي تنجم تربح فيه جائزة معنا اللي هو ما هي عاصمة الجزائر؟ تبسة لا عندك اقتراح ثاني؟ جزائر والإجابة صحيحة والإجابة صحيحة والإجابة صحيحة اليوم رقم اثنين اللي جاوبنا على الإجابة الصحيحة واش تربح معنا فواياج عندك باسبور ولا لا؟ عندي باسبور
مبروك ربحت معنا فواياج. عندكم باسبورات ولا لا؟ عندي باه باه. الباس تمشي لها مزيانه برشا، فيها شط وفيها كورنيش. طلع شنو البلاصه زاده، خاص سؤال اخر هو، طلع شنو البلاصه زاده باش تكمل تربح تكونفيرمي. كورنيش مزيان برشا وبحر مزيان برشا في الجزائر. ما ما نعرفش، قول اللي تحب. بالكورنيش نيس. زيد تفكر. والاجابه صحيحه، انت مظهر اليوم. هذه الجائزه نتاعكم تحلوا، تحل ما بعدكم زوز بار دو بيرسون، تحل وتشوف لونفولوب اش فيه. ايه تحل تشوف التيكي نتاعك وين بالضبط البلاصه. حاجه خايبه ليه عليه. تجي من المرسى ان شاء الله. مبروك عليك. تحية تونس. هكا ان شاء الله يا ربي سهل يا رب. تجي من المرسى ان شاء الله يا ربي. ميزين جبلين. تجي من المرسى. شو احساسك بعد ما ربحت معنا؟ والله عرقت الحقيقه. شو مشكل وحليه الطقس وخويا تونس محليه ومحليكم انتوما. مبروك عليك من التجيه للمرسى. للمرسى باهي برشا. للمرسى واحنا نلعبوا باش تمشي للمرسى. أيوه؟ كادو من عندنا احنا باش تمشي من التجيه من المرسى انت ومدام. يعطيكم الصحة. كورنويت كلاس. يعطيكم الصحة. وتتفرج وتعمل جو. مبروك التجيه من المرسى. التجيه من المرسى. تيكي ليكو للمدام. تيكي ليكو للمدام باش تفرحوا اليوم. كورنويت كلاس. احلى ديزاين. تعملوا جو. نجم نمشي تو. تعملوا جو تفرحوا وتبدوا الموندو جمله. ان شاء الله كل عام وانتم حيين في خير. حق الكلاس عليكم. الكلاس عليكم والرتور عليكم انتم زاده. رغم شاينا بو فيا ورغم شاينا بو فيا وهز عيوني راهم شايان أبو فيا هو بركة وهز عيوني وراهم شافوا فيا راهم شافوا فيا هز عيوني راهم شافوا رجال وخيا Yeah.
سيرين يعطيك العافيه. محليه الجو التونسي ومحليها الاغنيه. عملتها شويه على غربي هكا مزيانه مزيانه. تحيه كبيره برشا لكلنا نصفقوا على فرقتنا الموسيقيه بحيل المايكرون. نرجع للهيله ونرجعوا للسلسله ان شاء الله اللي باش يشاهدوها الساده المشاهدين في شهر رمضان باذن الله. تعامل هام وكبير مع اسماء لاول مره تظهر في التلفزه التونسيه، وكي نقولوا القديره العملاقه فاطمه سيدان حاجه مش شويه في تجربتك اكيد، يعني فما مزيج ما بين اجيال متعدده في السلسله هذه، ما بين يعني اعمار مختلفه في كتابه السيناريو وايضا في التمثيل. المنجي العوني اللي غاب على الشاشه سنوات طويله وفقدناه موجود في السلسله هذه، هل هالتجربه هذه كيفاش تراها انت في مسيرتك؟ كيفاش ترى المجموعه ككل يعني بهالاجيال المختلفه؟ انا نعيش الحاجات نعيشهم، معناها نسيب روحي للاحساس اللي نعيشه وقتها، ومن بعد نولي نخمم في شنو انا عشت، معناها افيك ان بو دو ركول، معناها توا بعد ما كملنا صورنا كي نغزر نقول انا تعاملت مع اسماء كبيره برشا وكان لي شرف، دونك نقول هذايا باش يزيدني مش المسيرتي كسي في، معناها هذيك الحقيقه تاع كل شيء يجي بطبيعته، مي مسيرتي كممثله، معناها انا خذيت من عندهم كخبره بالضبط، خذيت من عندهم عبيد هذوما كي معناها يقفوا مقابلينك ما يحسوكش حتى الطرف اللي هما سابقينك باعوام واعوام، بالعكس تواضع الكبار، معناها قالوا لي كلام الحقيقه نحشم في الاخر تلمو منجي العوني الحقيقه، معناها اكتشاف نحكي انسانيا اكتشاف انسانيا عبد الحميد قيس كيف انا هذوما اللي تعاملت معاهم. فاطمه سعيدين معناها سيما مصدق ما تعاملتش معاها مباشره أي. ايوه اما نعرف اللي هي ممثله كبيره وانسانه عظيمه، معناها شوقي بوغليه يعني ممثل كبير برشا 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 وانسان ياسر اباغ الضحك معاه ما تنجمش تقف، معناها راهو كيمثل معاك في سيكونس تشد روحك بالسيف، يعني غادي تقول انا توا راني ممثل وراني نكون اي نحييهم الكل خاطر عبيد ياسر برشا برشا جينيروزيتي وتعاملنا تقوش علينا نعرفوا بعضنا، معناها من اول جميل مداني جميل جميل مداني اول سيكونس عملتها معاه وحدي اللي احنا معناها انسانيا ابار نسلموا على بعضنا قديش عنده بساطه اي نسلموا على بعضنا وخرجت من السيكونس تقول طول عمري نمثل معاه تعديت هذيك الفلويديتي وذكرتني في المسرح وفهمت كيف نحييه برشا ومحليهم وياسر قالوا كلام باهي محلي لقاء الاجيال كي هكايا سيختو الاسامي الكبيره تتفكر مدام لا اله الا الله محمد رسول الله دليل مرتاحي كانت بحدينا الزوزه يا الزوزه وشكرناها كيفاش تتعامل مع الاسماء الجديده وكيفاش تتعامل مع الفنانين الصغار وكيفاش تخلي لهم المجال تنقص من دورها هي باش تخلي لغيرها وكيف كيف الشباب جدد قداش يتعلموا. عندنا برشا اسماء معناها تلاقي الاجيال حتى في الفن. كريم نحكي انا فيصل الرياحي تحيه كبيره ليه، قال لي كريم من عز ما تعرف باش تساله ماني انا خايفه من قبيله فيصل خويا هذاك فيصل قال اللي راي قاعده معاه بالدنيا وفيس وكريم قال لي هو حبيب الناس الكل وصاحب الناس الكل ويحبوه الفنانين. كريم معروف انه عنده علاقته كبيره بذكرى، لكن كيف صوفيا صادق مينا فاخت كل اصحابك كل الفنانين كل اصحابك ما عادش الريق نتاع شكون معناتها كل الاخوات مانيش في تسابق ولا محليهم اللي مش عندي عندك انت اللي عندك انت شوف شو عملوا في كان ما كانش كريم تعرف شنو عملوا هما يعملوا يعني هو يمكن في الطريقه نتاع تحضير العمل بالنسبه لعبد الحميد بوشناق يعملوا لقاءات قبل ما يبداوا التمثيل يعرفوا بعضهم بالقدا ويقعدوا مع بعضهم ويتعاشروا مليح هدايا عندها في مخها وعندها مهبول ولا ما عندها برشا تجاربيه وبرشا فهمت ما تمشي هذا يزيد يخليهم يتعاملوا مع بعضهم بطريقه سلسه لانهم اكتشفوا بعضهم في اللقاءات اللي سبقت التمثيل هكا ولا وهذا الجو اللي يصفيه عبد الحميد بوشناق هو راهو ايش نقول هي هو راهو هذايا جايه من المسرح صحيح معناها احنا تنقولوا كيما مع بحري الرحالي اللي نحييه زيد لخاطر خادمين بعضنا من قبل دوك نعرفوا اما قامه كبيره ياسر يعني اللي عامل مسرح
ما ينجمش ما يتعديش بهذيك. احنا نقعدوا اشهرا نتدربوا على نفس النص ونفس الواحد، دونك نعيشوا مع بعضنا، ودونك نطلعوا من بعد سورسين نبداو سي عرفنا بعضنا وكل شيء. دونك هذا جاي من المسرح زايده، دونك نخدموا بها من اول ما بدينا نخدموا احنا. قديش محلاها بلادنا باللي جون هذوما طالعين. اي دونك طريقه تنجم تخليك كان تقدم وانت تعاون ممثل باش يجرب نصه ويجرب شخصيته، معناها نجربوا شخصيتنا في حاجات صغار، طريقه بناء شخصيه زايده بالمسرح. خاطر هكاك في المسرح تبدا تلقى في الحاجات تاع الشخصيه تبني لها، حتى اللي مش باش يتشاف في التلفزه تبنيه انت والمخرج بالضبط. معناها نفس الشيء. المسرح مش كيما الغناء. اي نفس الشيء. فما حاجه مسترسله اون بوك معناتها بعضها. اذا كان حتى انت ما تحبنيش تي اوبليجي باش تمثل باش نجم نكملوا العمل نتاعي. لا الفنانين لا اللي يعمل غناء خير من صاحبه هذاك، فهمت؟ فمك الغيره شويه مع المسرح سينما. لا اي فما نقطه تشابه اوبليجي، حتى ما تحبنيش انت تخدم معايا وتمثل وتقمص الدور ويلزمك تكمل. اي ما تعملش كريم. فما نقطه تشابه هو زاده، لانه نعرفوا اللي توا لتسويق الاغاني فما الكليبات، ومعنا زوز فنانين مش مجامله يعرفوا يختاروا اعمالهم ويعرفوا يسوقوا لها ويصوروها. سيرين ومهدي، ولاحظت هذا من الكليبات وخدمه الكليبات اللي قاموا بها. نبدا معك سيرين، اكيد عمليه مش سهله انه تاخذ اغنيه باش توصلها بطريقه اخراجيه معينه، وانت اصلا تكون يعني كممثله يعني تتقمص دور في الكليب هذا. كنت تحكي لنا على اهميه الكليب والتصوير والصورة بالنسبة للفنان. هو الحمد لله معناها بتوفيق من عند ربي ورضايت والدين. أنا ملي بديت عملت بام بام والعبيد حبت الإيماج على الأخر والإنرجي اللي تبرتجيت في الإيماج. داير اللي مازال ما يعرفش بام بام ومطرد وهيدي جي نستدعاه اللي ما بشي يدخل للشين يوتيوب متاعي S-E-R-I-N-E سيرين ميلاد ويتفرج في غنياتي، ويشرفني برشا انه يكتب لي كومنتير ويعطيني رايه. خطبني كيف كيف زاد 6 ملايين مشاهده، وكانت بيني وبين المخرج يانيس طلال فما كيمياء معينه تخلينا نستمتوا الافكار مع بعضنا وتخلينا نعملوا انسبيريشن، وهذايا اللي كل مره يزيدني تحت يعمل اضافه ويعمل اضافه بيان سور. ونخموا برشا رانا مش معناها مش من لا شيء، تكون فما ايماج، تكون فما لبسه، تكون فما مسترس للعمليه. وانا كيف كيف نكتب السيناريو والتيم كامله، نحن كل واحد يعطي فكره ويكون العمل كيما اللي موجودين اللي شفتوهم. مهدي كيف كيف نواصل معاك زاد كيف كيف نفس التيم مع سيرين. الفنان اليوم محلاه الشاب التونسي رغم غياب الشركات الكبرى والفلوس، لكن قاعد يجتهد بطريقته، محافظ على الناس اللي تخدم معاه، ولا عنده مدير اعمال اللي هي لودينيتو يتلهاه كما قالت سيرين بادق التفاصيل في الكليب في حياته. قال لي قبيله عقيل مدير اعمالك تحيه ليا، حتى في كيفيه كتابه الاسم نتاعك مهدي باكوش زاد كيف كيف يلزم نختاروها كيفاش تهبط وكل شيء. بالطبيعه فما برشا حاجات عملناهم معناها في الشركه، فما حاجات ساعات ما يتناقشوش فيهم، مثلا كيف ما الفازة اللي قلت انت مثلا اللوجو، نمشي نغني تو في بلاصه ولا في لاونج ولا الدنيا، حط لك اسمك باو بالاو وهو يبدا بالآ ولا الدنيا، معناها الحاجات هذيك لازم، معناها هو يدفع في فلوس يعمل في لوجو ويعمل يعمل في لوجو ويعمل في كليب ويخدم مع ملحنين كبار ويعمل في فيديو كليبات. بالطبيعه التفاصيل هذه مهمه برشا للفنان وللارتيست بصفه عامه، معناها خاطر انا توا حتى صاروا لي برشا حاجات منهم، مره نخدم واسمي تكتب بلا فان اوكي مختلف كلامي. نحب نحيي رانيا حماده اللي هي من يونيفرسال ميوزك مينا، اللي ما يجيش معناها وتتشال الافيش وتتنحى وكل على خاطر الاف نقول لك احنا ندفعوا احنا في قداش من الاف دولارات ودنيا وكل واضح. محليها القاعدة معاكم، محليها هلا سؤال ما فهميش بالزهور احنا بالزهور هكا نحيوكم وسنا باش نخليوكم كلمة الختام. شفت اما باش تعملوا لنا حاجة مع بعضكم راهو مسك الختام. بلا تفضل تفضل يعطيك الصحة. تفضل وردة حمراء هكا عطيه البيضة. اي 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 الصفي والنقاق قلبك يا كريم. قلبي بيوجعني. ميرسي بوكو. شعرت اسمي. خليني قبل ما نختم بغنية جماعية ثلاثة بالحق هذه أول مرة باش نعملها، تسمح لي نادي. احنا في اكتشافنا في الفنانين احنا الإعلاميين عنا دور كبير معناها نقوموا به، دونك اعذرونا بعض ساعات نحكموا بالغلط.
أنا 3 سنين التالي حكمت بالغلط وزلت شوية في الفيسبوك، هذاك علاش أول مرة نقدم اعتذاري لسيرين نقولها آسفة. كتبت كلمتين ما همش حلوين في حقها بالرسمية. ونعترف اكتشفت سيرين واكتشفتك اليوم ومحليك وبسعد وحد يحكم بالغلط صحيح عادي انا نقبل اعتذارك ما نعرف شنو كتبت ميسالش من غير ميسالش نحبوك برشا وشرفتنا اليوم محليك يعطيك الصحه ميرسي لك كنا سعداء برشا بوجودكم. هيلا نخلي لك كلمه الختام كلمه على كان يا ما كانش ودعوه اخرى للساده المشاهدين تفضل هلو. نحب كما قلنا على كان يا ما كانش انا معناها نستدعاهم باش يسافروا معنا لمده 15 يوم الويله ما قبل ما يسافر يوم التلقيح اللي يعجبك في اللي صورنا معناها الفوك اللي صورنا فيها الكورونا لا حد شيء معناها الدنيا محليها كمل. سينو عندي زاده مشاركه اخرى في مسلسل 13 شارع غاريبالدي اللي باش تعدى على قناه اخرى ما نعرفش نجم نسميها ولا هي قناه التاسعه بالضبط الجمعه الجايه خاطر عندي الحلقه الاولى خاطر انا مشيت جيست. يهمني برشا زاده انه العبيد تكتشفني في شخصيه اخرى مختلفة على شخصيات له بالضبط. مهدي محليك يعيش وربي يوفقك ربي يخليك كلمة الختام. نشكرك نشكركم انتم على الاستضافة المزيانة هذيا والحضور لكل الناس اللي جات والعباد اللي تفرج فينا محليها لما ونشكر مهدي على الشعر وشيرينغتون على اللبس يعطيك الصحة سيرين محليها ليميسيون ما حسيتش بها ماذا بيا نزيد نقعد عليكم ان شاء الله عليكم وجودكم محليل الديو نتاعكم الزوز عليكم بعد لبيب نحب نقدم تحيه كبيره للمواطنين بالخارج اللي يتبعوا في الميسيون هذيا برشا كتبوا لي على الانستغرام وخاصه اللي يسكن في فرنسا كيف فما الجزيريه راهو تبعوا فيكم يكتبوا لي على الانستغرام كل الاشقاء الجزائريين يبعثوا لنا برشا صحيح يعيشكم والليبيين ايضا انا نشكركم على الدعوه نتاعكم وعلى الفرصه اني ندخل الوطنيه للتلفزه المشاهدين اليوم وتوينسه الكل من خلال القناه الوطنيه وكيف كيف اليوم نشكر سيهام بن عزوز على المكياج والكرياسيون دو مدام ضحى ميس بريستيج على اللبسه قولي اللي عجبتكم اللو برشا اللو برشا مقليك دونك ميرسي ربي يوفقك سيرين كريم كريم كملت كملت اللحظه مازال نشكر التيم نتاعي على راس مياس انترتينمنت ورياض الجواد بالديجيتال مانجر نتاعي نشكر التيم نتاعي الموسعه الكل اللي ساهلين ويخدموا لي ويعطيوني في الافكار نشكرهم برشا برشا ونقدم لهم تحيه دارنا وخاصه امي اللي قاعده تتفرج فيا توا تحيه برشا ربي يفضلها ان شاء الله وموافقه موافقه كريم كريم اول حاجه ما عادش تعيطولي ما نجمش ما نجمش لا ما بالعكس والله ما حليها طلتك بالعكس تفضلك تحيه كبيره للفنان لوتسي بوشناق وخويا نور شيبر نحبهم من فضلك اكيد نعرف فيك هما بزيدهم يحبوا نحب ديكاس لمرتي في ستراسبورغ واخواتي الكل وتونس الكل والفنانين نحبهم انا ويحبوني الكل اكيد اي 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 معناتها الفنانين بالنسبه لنا كلهم اخواتي وكلهم يعرفوا الكل 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 فضلك وان شاء الله ربي ينجحهم يعيشك وان شاء الله ديما نسمعوك ونستمتعوا بهذا الجميل هذا ان شاء الله الوزاره تعطي دعم وفلوس شويه فلوس للفنانين اللي مش قاعدين يخدموا صحيح والكورونا والدنيا وربي يعطيك احنا هكا نكون وصلنا للختام شكرا ليك ندو تحيه كبيره لضيوفنا شكرا للناس الكل اللي تشاهد فينا بوسه كبيره لكم الناس الكل دي جي كاسيوس فرقتنا الموسيقيه يلا باي باي ما برفتش معاهم لا لا برفوش معاهم دي كاسيوس يعطيكم هكا نكون وصلنا للختام ونوعتنا بالدنجينه من عندكم باش يكون مسك الختام اختاروا لنا حاجه ما بيناتكم هكا يلا باي باي تفضلوا مسك الختام يلا نعمل حاجه تونسيه نعمل حاجه يلا تونسيه يلا كريم خير من التونسي ابدا انت سول سول يا قادم لينا وما تفارق تونسنا البيا يا قادم لينا وما تفارق تونسنا البيا يلا ما تجينا يلا يلا ما تجينا يلا ما تجينا والذوق مريت اسقط إلا ما جينا
مدن في مي ولا في بر وصير قر وصير قر وصير قر كونوا عشق سيادة الله السحرية والمزرسية والقروية والتونسية والجنسية Shut up.